مساء الخير على كل مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات من يجدع. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بداية صوم أبائنا الرسل. حقيقة بعض الناس، مش هقول كلهم، بيستهن بهذا الصوم. خلينا نعرف أهمية الصوم ده إيه، ويمكن أبائنا الرسل نفسهم صاموا هذا الصوم في القرن الأول. سيد المسيح نفسه قبل ما ينزل لخدمته صام 40 يوم على الجبل. الصوم ده اللي بيميزه يمكن ان صوم وصلاه وخدمه وعمل الروح القدس، هو خاص بالكنيسه وبالخدمه عامه. حقيقه انا يمكن من اكتر الحاجات اللي بتحزني لما بلاقي الخدام نفسهم مش مقتنعين بالصوم ده او بيستهينوا بالصوم ده. هم لو يعرفوا قد ايه عمل الروح القدس في صوم ابائنا الرسل بالتاكيد مش هيسيبوا حتى يوم واحد في هذا الصوم الجميل المقدس اللي يعتبر أقدم أصوام الكنيسة. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة في حلقتنا زي ما احنا متعودين بتكون فقرة عن أطفالنا، بنهتم بكل تفاصيل حياتهم، بنهتم بحياتهم الصحية والتربوية والنفسية وكل ما يخصهم. النهاردة حبينا نتكلم في بداية فصل الصيف عن المشاكل اللي ممكن يتعرض ليها أولادنا في فصل الصيف. يا ترى مع يمكن الأطفال عامة يمكن بيتأثروا بكل حاجة وبالأخص بالجو. في الشتاء بنلاقي الجو البارد ممكن يتأثروا بيه، في الصيف وارتفاع الحرارة ممكن تؤثر على صحتهم. تعالوا النهاردة نعرف إيه اللي ممكن يأثر على أولادنا في فصل الصيف، إيه الأمراض اللي ممكن تنتشر في فصل الصيف بالنسبة لأولادنا، إيه هي طرق الوقاية. وطبعا أطفال صغيرين بيطلعوا بيلعبوا وقت طويل قوي في أنشطة، في سباحة، في أي كان، وبيتعرضوا وقت طويل للشمس. تعالوا نعرف ازاي النهارده نقي اولادنا من ضربه الشمس. هيكون معانا في فقرتنا وبيشرفنا لاول مره ضيفنا اللي بيسعدنا وجوده، دكتور رفيق شوي استشاري طب الاطفال. معانا فقره ثانيه بمناسبه بدايه صوم الرسل، خلينا نعرف اهميه الصوم، هذا الصوم صوم ابائنا الرسل في حياتنا الروحيه، ونعرف اصل هذا الصوم، ونعرف قد ايه مهم لخدمتنا. خلينا كمان نتكلم عن أكتر اسم امرأة ذكر ومشهور جدا في الكتاب المقدس، وهي كخادمة كانت خادمة مرافقة للقديس بولس الرسول، وأكتر واحدة يمكن ذكر عنها لما كان بيتكلم عنها بيقول أختنا فيبي. النهاردة هنتكلم عن شخصية الشماسة القديسة فيبي، ونعرف حكايتها إيه، ونعرف دورها في الخدمة كان إيه، ومرافقتها للقديس بولس. هنعرف كلام كتير قوي عن القديسة الشماسة فيبي. خلونا نطلع لفاصل. هيكون طبعا معانا في فقرتنا دي بيشرفنا يكون معانا القس يوساب سمير كاهن كنيسة مار يوحنا الجبل الأحمر مدينة نصر. هنطلع لفاصل هنشوف في اتيكيت الأطفال في أعياد الميلاد، ونرجع لكم نبتدي أولى فقراتنا وأمراض الصيف اللي ممكن يتعرض ليها أولادنا. خليكم معانا. النهاردة في فقرة اتيكات الأطفال أنا حابة أتكلم معاكم على اتيكات في أعياد الميلاد، إزاي ابني يتعامل في عيد الميلاد، وإزاي يتقبل الهدية، وإزاي يتعامل مع أصدقائه. فقرة أعياد الميلاد دي بتبقى فقرة حلوة قوي، إن أنا أعلم ابني اتيكات الضيافة، إزاي إن هو يضايف أصحابه، وإزاي إن هو يتعامل معاهم. بس مهم قوي إني أخلي ابني يشارك في كل فقرة من الفقرات، مش مجرد يعني قبل عيد الميلاد أنا مفروض إن أنا أعلمه إزاي إن هو يكتب كارت عيد الميلاد، وإزاي إن هو يبعته لأصحابه، إزاي إن هو يعني ما يبقاش هو مجرد متفاعل
متفرج ومامي بتعمل كل حاجة وهي اللي بتجري على كل حاجة وتكلم أصحابه. بنقول في اتيكيت أعياد الميلاد لو أنا بتكلم على السن الصغير قوي اللي هو سن بداية المدرسة اللي هو كيجي 1 وكيجي 2، أفضل حاجة لو أنا بعزم عدد كبير من الفصل يفضل إن أنا أعزم الفصل كله، ما بتبقاش لطيفة إن أنا أعزم مثلا 3/4 الفصل وأسيب 5/6 أقول دول خلاص دول مش مهم، ده بيحز جامد في نفسية الأطفال. لازم الأهالي يبقوا مراعيين النقطة دي، إلا لو أنت عاملة حاجة على الضيق مفيش مشكلة خالص، أنت ممكن تعملي عيد الميلاد وتعزمي 5/6 مقربين لولادك، دي بتبقى برضو لطيفة، بس ما ينفعش إنك أنت تعزمي 3/4 الكلاس وتسيبي مثلا 5/6 علشان ما تتعبيش نفسية الأطفال. بعلم ابني ان هو اول لما بنبدا في عيد الميلاد ده لازم هو يستقبل ضيوفه، مش بيسيب مامي هي اللي بتستقبل الضيوف. انت جالك حبيبي اصحابك لازم واحد واحد جه بتطلع وتسلم عليه، وبنفس طريقه التعارف انك انت بتسلم عليه بالايد والابتسامه الجميله اللي بتحسسه بسعادتك ان 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 صاحبك جه، وبتاخد منه الهديه. لما بناخد الهديه ما بنفتحش الهدايا، لما بيبقى عدد كبير انا بجمع كل الهدايا مثلا على ترابيزة وبعدين اخدها معايا في اخر عيد الميلاد. انما لو في اعداد كبيرة، الكلام ده طبعا لو في اعداد كبيرة، علشان ما بحبش ان هو يفتح الهديه، لان احيانا هديه بتعجبه قوي فبيقول واو الله الهديه دي جميله قوي، وبعدين هديه تانية يبص ايه ده دي مش عاجباه، فدي بتضايق الشخص اللي جايب الهديه. فمهم قوي ان احنا نراعي زي ما بنقول نراعي مشاعر كل اللي حوالينا، ما نحسس اي هديه بتبقى قيمه وجميله، يكفي ان صاحبها جالك عيد الميلاد وقدم لك الهديه. بنقول وهو قاعد في عيد الميلاد لو عنده مجموعه كبيره ما بينفعش ان هو يعني لو جاله كذا جروب وكل مجموعه في حته وكل مجموعه بيلعبوا، ما ينفعش ان هو يفضل طول عيد الميلاد اصحابي دول قريبين مني فانا هقعد معاهم طول الوقت، لا لازم اعلمه انك انت في عيد الميلاد حبيبي لازم تتنقل ما بين كل اصحابك، انت قعدت مع المجموعه دي شويه اتنقل اقعد للمجموعه الثانيه عشان مفيش حد يزعل منك، لان هم جايين يشاركوك فرحتك ويشاركوك اليوم الجميل ده، فلازم نلعب مع كل أصحابنا. ولو في السن الصغير طبعا الماميز بيبقوا جايين معاهم، فلازم الأم برضو تبقى حريصة على النقطة دي، ما ينفعش انك انت تقعدي مع جروب واحد وتسيبي بقية الجروبس. يعني من اتيكات الضيافة انك انت بتلفي على كل جروب شوية تقعدي معاهم، ولو لقيتي ان حد قاعد لوحده أو مش منسجم مهم قوي انك انت تحاولي تشركيه وتدمجيه معاكي، يعني مش يعني مثلا لو انت شايفه الشخص قاعد لوحده بتبداي تعرفي فلان الفلاني وده مثلا دكتور، وهتفتحي حديث بحيث ان هو ما يحسش ان هو زهقان ومتضايق ان هو جاء عيد الميلاد ده. بعد ما بيخلص عيد الميلاد من النقط المهمه جدا جدا اللي لازم ولادنا يعرفوها ويطبقوها، ان هو لازم يشكر شخص من اللي جوله، يا اما بعد عيد الميلاد يكلم واحد واحد يشكره، يا اما ان هو ان هو يجي تاني يوم ان هو يكلم اصحابه كلهم ويشكرهم على مجيهم وان هم قضوا وقت جميل قوي ويشكرهم على الهديه الجميله. اوعى نقول لحد الهديه دي مش عجبانا، لازم كل هديه تجيلنا دي هديه مميزه وجميله وبنشكر اصحابنا عليها، فبنشكرهم على الهديه ونشكرهم على مجيهم. أكتر حاجة يمكن بتميز بلدنا في جوها هو الشمس، هي الشمس، لكن للأسف بتعمل بعض المشاكل لينا ومش بس إحنا لكن لولادنا كمان. إزاي نقي نفسنا من أشعة الشمس العالية؟ إزاي نقي أولادنا من ضربات الشمس؟ إزاي نخلي بالنا إزاي إن ممكن في أمراض كتيرة ممكن تكون مصاحبة لفصل الصيف؟ إزاي نقي كمان جهازهم الهضمي وأحيانا بيكون كمان جهازهم التنفسي؟
تحفظي. أسئلة كتير محتاجين نعرف إجابتها النهاردة وأكتر من اللي قلته من ضيفنا اللي بيشرفني جدا ومبسوطين جدا أن يكون معانا، دكتور رفيق شوقي استشاري طب الأطفال. أهلا بحضرتك منورة. أهلا بيك يا دكتور. بداية يا دكتور، يمكن زي ما قلت الأجانب حتى بيجوا عندنا هنا هو في مصر الحبيبة علشان جوها المشمس، الشمس بتاعتنا اللي يمكن بيفتقدها كتير من الدول بره، لكن الشمس بالنسبة لنا أحيانا بتكون بتعمل مشاكل كتيرة لينا ولولادنا. خلينا في البداية كده نعرف إيه المشاكل اللي ممكن تصيب أطفالنا من أشعة الشمس. هي ممكن تكون من التعرض المباشر لأشعة الشمس أو من الحر أساسا عامة. في الأطفال الرضع الصغيرين وأطفال الكبار. الرضع الصغيرين أساسا لو في حر أو عرق كتير أسهل حاجة بتظهر هو حمونيل. حمونيل بيظهر عند الأطفال الصغيرين من غير تعرض للشمس الحر. صحيح. وما تقولي في بصور أو في حبوب ده عنده حساسية، لا دي مش حساسية، ده من الحر والعرق وانسداد المسام بتظهر الحبوب اللي موجودة فيه. وخطوره الحمونيل ايه؟ ما فيهوش خطوره، هو مجرد لازم ينام في حته جو كويس في هواء تهويه كويسه او تكييف خفيف، ينام على بشكير قطن وتحميه مرتين في اليوم لو حر قوي. ممكن تبقى في حساسيه بين السنايا بتاعه الجلود بالجلد بتاعه الطفل، برضو دي حلها انه يستحمى مرتين في اليوم هتروح مع الحمام. في اكزيما بتبان لو هو لابس لبس فيه بولياستر شويه، فدي صحيح. بتروح برضو لازم يلبس لبس خفيف قطني وينام برضو على حاجه قطن 100% وياخد حمام كل يوم. دي الحاجات اللي هي مش تعرض للشمس مباشره. في تعرض للشمس مباشره دي برضو لو احنا خدين بيبي صغير يلبس لبس قطني كويس، يحط كاب على دماغه عشان ما تعرضش للشمس مباشره. صحيح. في بقى امراض بتظهر في الاطفال الكبار شويه اكبر من كده شويه. في ناس عندهم حساسيه من اشعه الشمس، مجرد ما يطلع في الشمس 5 دقائق جسمه يفقفق ويحمر، ده ما ينفعش يتعرض للشمس خالص. لازم ما يخرجش في فتره الذروه اللي هي بين 10 و4 خالص. لو خرج اضطر يلبس كاب ويلبس حاجه مغطيه جسمه ويحط بقى واقي للشمس. في بقى في برضه في حاجه اسمها حروق للشمس، دي بتظهر على الشواطئ، ما يكون حد نازل الشاطئ ويقعد ينسى نفسه مثلا نص ساعه ساعه على ربع. بالذات اصحاب البشره البيضاء يا دكتور بيتاثروا. صدقيني البشره بتبقى اكتر طبعا. دي اكتر طبعا. دي حروق بقى في تسلخات في الجلد. دي علاجها ان احنا لازم اول حاجه يقعد في حته ظل ويحط يرطب نفسه بميه، ياخد مسكنات، وفي كريمات بتتحط بعد كده عشان نمنعها بقى. لازم يحط واقي للشمس قبلها، قبل ما ينزل بتقريبا نص ساعه ويتحط ويتكرر كل ساعتين، مش يحطه كده وخلاص مره وخلاص بقى وانا ريحت ضميري بقى. عشان ما يقعدش يتكرر كل شويه. يعني هي كل ساعتين يحط الواقي الشمس. في ساعات بقى الاطفال دلوقتي ياخدوا اجازه ينزلوا بقى يلعبوا في النوادي، يلعبوا في اي حته كوره، يبتدوا ينزلوا الاطفال الكبار بقى عندنا 9 سنين ل 15 سنه يبتدي يجري ويلعب وينسى نفسه ان في شمس، درجه الحراره عاليه، يخش في حاجه اسمها اجهاد حراري. الاجهاد الحراري ده يبقى عرق فظيع، الولد يبقى مجهد فعلا، ضربات قلبه سريعه، بيبقى عايز عنده احساس بالقيء بس مش بيرجع. في المرحله دي المفروض الطفل يعرف، ونخلي بالنا قوي، ان هو لازم يقف، لازم يقف يقعد في ظل يشرب ميه ويبل نفسه عشان ينزل درجه حراره. ده اجهاد الحراري غير ضربه الشمس. دي المرحله اللي قبل ضربه الشمس. تمام. يعني ممكن الحقه ما يحصلوش اي حاجه. صحيح. فدي المرحله دي المفروض، وكمان المفروض الام ما بتنزلش الطفل كده يروح يلعب في النادي على طول من الساعه مثلا من 10 ل 3 يقعد يلعب في النادي، لا، قبلها تحضره ينزل يلعب في قبل 10 بعد 4 5 10 دقائق ويزود، يبقى في فتنس وفي لياقه في جسمه، مش يروح ينزل يلعب طول النهار ويرجع، هيرجع تعبان ما دخلش في ضربه الشمس. فاحنا ننبهه، ابتديت الاول ننزل 10 دقائق وبعدين نزود كل يوم يبقى ربع ساعه يبقى نص ساعه، ونبعد عن فتره 10 ل 4. بعد كده عايز هو ينزل في الفتره دي نقول له قبل ما تنزل تشرب كوبايتين ميه. أيوة. وتلعب، وبعد كده كل شويه يشرب ميه ويقعد في ظل وينشف نفسه ويبل نفسه. اذروايز لو هو كل قد ايه يا دكتور؟ كل 20 دقيقه يقعد في ظل شويه، يقعد ويشرب سوائل ويبل شعره ويقعد يهدى كده شويه، بعدين يبتدي يلعب تاني، بس لازم تبقى بالتدريج، لو احنا دخلنا مره واحده كده هيخش ضربه شمس. هو التدريج هيفرق يا دكتور؟ يعني الجسم هيتعود طبعًا ولا اللي بيلعب رياضه اساسا مش هيحصل له كده بسرعه، يعني لو واحد عنده لياقه بدنيه كويسه مش ممكن يلعب في الشمس، جسمه اخد على كده، فمش مش هيتعب، انما الاطفال لما بيخلص المدرسه يخش على اي حته يلعب افراج يلعب كوره، يلعب باسكت، يلعب فولي وينسى نفسه. لازم يكون في لياقه بدنيه الاول. دكتور انا بعض الاطفال بشوفهم بيكون عندهم حساسيه من الشمس لمجرد بس في الكوع والجزء الداخلي من الكوع. دي نوع حساسيه ولا ايه؟ ويطلع زي الحمونيل في الاجزاء دي. الحمونيل دي حساسيه شمس نتيجه العرق، بيفضل عرق فيه ملح يعمل لي حساسيه في الحتت دي. ده لازم برضو ياخد شاور مرتين في اليوم. ما راحتش في كريمات ملطفه بنحطها،
بتروح على طول. طيب هل الشمس او اشعه الشمس برضو بتؤثر على الجهاز الهضمي للاطفال؟ هي بتاثر، بس انا برضو عايز افكر ان نكمل شو الحته بتاعتنا. تمام. دي بتاعت الجهاز الحراري ازاي يخش في ضرب الشمس ونخلي بالنا. طبعا بص حياتك، ممكن احنا لو استمرنا يلعب ونسي نفسه هيبتدي بقى الجهاز العصبي يبقى فيه خلل، يبقى مفيش عرق خلاص، يعني الجهاز العصبي نفسه مفيش عرق بتفرز. تمام. جسمه احنا ازاي درجه الحراره بتنزل، العرق بموجود بتبخر بيسقع، دي في حته الجهاز الحراري الدنيا ماشيه معانا. دخلنا بقى مفيش عرق الجسم هيبقى مولع نار، دخلنا 40 درجه حراره، دخلنا بقى في خلل في الجهاز العصبي، ممكن يبتدي فيه تشنجات، في كرامبات في جسمه، ممكن يبتدي يرجع، ممكن نخش في غيبوبه. دي بقى دي ضربه الشمس بقى، يعني دخلنا من مرحله خفيفه لمرحله جامده، لازم فورا يتاخد يتحط في حته ظل، نغسل وشه لو هو فايق يبتدي يشرب على قد ما نقدر واحده واحده. دي اسعافات اوليه يا دكتور، نرفع رجله شويه اول ما نحس ان الطفل ده اصيب بضربه الشمس ننقله على طول. محتاج بقى ننقله المستشفى ولا نعمل الاسعافات الاوليه دي؟ لا احنا حياتك لو احنا في مرحله الجهاز الحراري ولقينا منهك وتعبان مش قادر يتحرك نقول له على طول تعالى اقعد ما نشوفش لعب النهارده خلصنا. ما نستناش ما يخش في حته ضربه الشمس والجهاز العصبي يتاثر فيها، دي الفكره. دخلنا بقى في المرحله دي ناخده على جنب برده، لو هو فايق خلاص نرفع رجله شويه، نديله على جسمه نشيل له اللبس التقيل بتاعه، لبس تقيل شويه، نشربه ميه واحده واحده، لو فاق خلاص يقول بي اوكي، لو ما فاقش لازم يروح المستشفى ياخد محاليل هيفوق يبقى كويس، بس لازم فورا يعني. طب محتاجين نكمل برضو في موضوع ضربه الشمس لان هو موضوع مهم قوي، بس بعد معانا تليفون من مدام منى من الجيزه. الو الو استاذه منى، فقدنا الاتصال. طيب يا ريت تحاولي تكلمينا تاني يا استاذه منى. نكمل برضو يعني ده الاجهاد، اتكلمنا عن الاجهاد الحراري، دي ضربه الشمس، دي ضربه يعتبر الخطوه الاولى او المرحله الاولى، لكن ضربه الشمس لو الطفل، خلينا برضو نعرف يعني اعراضها ايه. يعني اتكلمنا عن اعراض الاجهاد الحراري، لكن اعراض غير الحراره العاليه جدا، ممكن البشره مثلا بتتاثر، بنلاقي في حروق في البشره، بنلاقي اي اعراض ثانيه؟ هو قعد فتره طويله برضو هيبقى في حروق في البشره طبعا، جسمه كله هيتسلخ، هيبتدي يرجع، هيبتدي يبقى مغمى عليه، ممكن يبتدي فيه كرامبات جامده يقع في الارض. توصل لبعد كده التشنجات، تشنجات تشنجات، ما احنا وصلنا خلاص ان ما فيش ميه بتطلع من جسمه. سبب الترجيع ايه دكتور؟ الترجيع سببه ان الجهاز الهضمي خلاص بقى فيه تقلصات فبيطلع كله في بطنه بس. مش اكتر من كده. تمام. طيب استاذه منى رجعت لنا تاني. الو الو ايوه صباح الخير او مساء الخير، دلوقتي عدت 12، اهلا بيكي يا استاذه منى. الخير. تفضلي سؤالك. الو ايوه انا سامعاكي، تفضلي حضرتك معانا على الهوا، تفضلي. الو استاذه منى. الو ممكن نوطي التلفزيون؟ الو طيب الواضح، الواضح انا بشكرك، الواضح ان في مشكله في الاتصال. تمام. بمجرد ما الطفل ده يتنقل للمستشفى الاجراءات بقى هي مجرد تركيب محاليل ولا في حاجات تانية؟ لا تركيب محاليل نعوض بس المحاليل اللي فقدها الطفل، هيفوق بعد كده وخلاص. وطبعا نديله كمادات ميه ما تكونش ساقعه قوي، يا دوب ساقعه يعني اقل من درجه حراره جسمه، حاجه بسيطه وخلاص الدنيا بتمشي كويس. تمام. طب دكتور يمكن الحاجات اللي حضرتك والارشادات اللي بتقول عليها يمكن الاطفال الكبيره شويه هي اللي تقدر تستوعبها. لكن طفل الحضانه الصغير اللي ماما بتوديه وبيقعد مثلا من 7 لـ 8 ساعات وقت يمكن عملها، ازاي الام تقدر يعني تحمي ابنها اللي في الحضانه من ضربه الشمس؟ لو الحضانه فيها مثلا حته مفتوحه طبعا ما ينزلوش الصبح، لازم حضرتك تكون عارفه، هم عارفين كده ما ينزلوش من فتره 10 ل 3 لو فيها شمس، لو هي في شمس ضربه في الجنينه بتاعه الحضانه او ده المفروض القائمين بقى على الحضانه هم اللي يعملوا كده، ما يحصلش كده، ما يهربوش في الفتره دي خالص. طبعا يناموا في حته فيها تهويه كويسه لاطفال صغيرين، يلبسوا خفيف، يدوهم ميه كل شويه، ما ينسوش موضوع الميه دي،
غير كده الحضانه تبقى مسؤوله مسؤوليه كامله والدنيا ضله ما بيبقاش فيها يعني. وطبعا يكون لو في تكييفات، تكييفات تكون لطيفه او في مراوح لطيفه ما تكونش جامده قوي. طب احيانا مع درجه الحراره الاطفال ممكن ما يبقاش عندهم شهيه للاكل. نفسهم مسدوده، مش عايزين ياكلوا. الام في الوقت ده تعمل ايه؟ ايه الاغذيه اللي ممكن تقدمها لهم علشان تقدر تعوض درجه الحراره؟ في الفتره دي ندي يعني الاكل بكميات صغيره ويكون سائل اكتر، يعني بيبقى فيه عصاير، وندي بقى وجبه صغيره كل ساعتين ثلاثه، ما نديش وجبه كبيره، وفي النص ندي عصاير او ميه، عصاير طبيعيه او ميه، ده اللي ندهوله، ما نديش وجبات كبيره. ما نديش وجبات كبيره، ممكن ندي حاجات سهله، ممكن ياخد لبن، عصاير، زبادي، وياكل اكله عادي بقى. بس كميات صغيره مثلا خمس ست مرات في اليوم. مش هيتقبل كميه اكل كبيره للولد ابدا يعني في الفتره دي. يعني ياكل اكتر من مره؟ خمس ست وجبات كل ثلاث ساعات مثلا زي بيبي صغير. طيب هو سؤالي الحقيقه مدام منى اللي كانت معانا على التليفون بتقول عندها طفل عنده 11 شهر وللاسف هو بيسخن على طول، فمش عارفه السخونه ده سببها ايه. هل هي بتقيس درجه الحراره ولا تحط ايدها عليه؟ ساعات الام تقول لي ده سخن، نقيس درجه الحراره ما بقاش فيه حراره، الجو سخن بس. فهو لو قاست درجة الحرارة ما فيش حرارة بالترمومتر يبقى ما فيش مشكلة. قس درجة الحرارة وفي حرارة لازم نكشف عليها نعرف ايه سبب الحرارة، هل في أعراض تانية؟ هل في قيء؟ هل في إسهال؟ في رشح؟ في كحة؟ بشد في ودنه؟ بالكشف هيبقى ممكن يكون في التهاب في الحلق، التهاب في الأذن الوسطى لو بشد في ودنه، لو في أعراض جهاز هضمي، قيء أو إسهال يبقى الموضوع جاي من بطنه، بالكشف بتعرف. إنما لو حطت الترمومتر بيبقى ما فيش حرارة يبقى جلده بس هو اللي دافي بره شوية، ندي بس نتيجة سوائل. ارتفاع درجة الحرارة مثلا. نقيس درجة الحرارة أول حاجة، دي أهم حاجة. تمام. يعني أهم حاجة تديله سوائل كتير. سوائل كتير ونقيس درجة الحرارة الأول، عشان ساعات تيجي الأم تقول لي هو سخن، بلاقيه مش سخن فعلا. ما فيش حرارة، لا هي بالإيد بتحس بالإيد. لو لقيناه سخن فعلا لازم نكشف عليه، نحدد فين المرض جاي من أنهي حتة في جسمه. تمام. أنا كان نفسي أعرف يعني إيه الحرارة مستمرة معاه على طول، يعني هي بتقول بيسخن كتير، هل بيبقى هي فترة معينة ولا كل منها شوية؟ هل هي مثلا بيسخن شوية وبيروح؟ ساعات ممكن يسخن شوية ويروح نتيجة السوائل. ما بياخدش سوائل، ممكن سهل. اللبن ده سائل، الميه سائل، العصائر الطبيعيه سائل، كل دي سوائل المفروض تفتكر ان تديها له. مجرد لما تشرب طبيعي لبن رضاعه طبيعي ده سائل، او بيشرب رضاعه صناعي ده سائل، كل دي حاجات مهمه بتنزل درجه الحراره، فبنعرف من الام هو يعني ايه قصدها بكده بالظبط، هتفرق معانا يعني. تمام. احيانا بيحصل مشاكل في الجهاز الهضمي نتيجه برضو ارتفاع في درجه الحراره. تمام. خلينا نعرف ايه مشاكل الجهاز الهضمي. احنا بنمسك الاطفال الرضع الصغيرين، اهم حاجه نديها له عشان نمنع المشاكل دي. لو الطفل بيرضع طبيعي هو الرضاعه الطبيعي. الرضاعه الطبيعي فيها اجسام مضاده، هي كانك حياتك بتديه مصل عام ضد كل الامراض، وفيها السائل اللي هو بينزل درجه الحراره. اللبن 80% منه ميه، فده مهم قوي وبيمنع لي الامراض. احنا اول 6 اشهر بندي رضاعه طبيعي. لو الطفل بيرضع صناعي اهم حاجه ان تكون ميه نظيفه مغليه كويس، البيبرونات تتغلي كل مره تكون معقمه وندي له اللبن. اما تيجي ندخل بقى اكل يكون الاكل متحضر بطريقه سليمه، ما نسيبوش فترات طويله، علشان ممكن ما نسيبه فترات طويله ممكن بره الثلاجه ممكن يبقى في تكاثر ميكروبات فيه، ويكون طازه يوم بيوم، دي اهم حاجه، ويكون مع متابعه الطبيب عشان كل فتره في حياه الطفل في وجبه معينه بياخدها، الام ما تلخبطش. الاطفال الكبار بقى المفروض اول حاجه ما ناكلش بره. لو اكلنا بره تبقى مكلات ساخنه، بلاش اي حاجه تكون فيها سلطات او فاكهه فريش. وبرده اكل البيت بالسلطات والفاكهه تكون مغسوله كويس جدا اما نقدمها للاطفال. تمام. ده الامراض اللي ممكن تصيبهم الرضع الصغيرين، ممكن في امراض فيروسيه زي الروتا او دي، او حاجه اسمها شيجيلا، امراض بكتيريه جيلهم قيء واسهال وحراره، دي تتنقل برضو عن طريق لو في طفلين ام بتغير لطفل عيان من البامبرز وتروح ماياكلها التاني يحصل ممكن كده. يتعزي طبعا. طب ممكن نتكلم بس على الامراض اكتر بعد ما ناخد تليفون من ام فلوباتير من اسيوط. الو الو مساء الخير. اهلا مساء النور، اهلا بيكي. اهلا بيكي. اتفضلي. اتكلم الدكتور. اتفضلي دكتور مع حضرتك. عندي ابني 4 سنين ونص وعنده دكتور بطن رجله على طول دافيه وبطن ايديه بطن رجله وبطن ايديه صح؟ تمام. دي ده على طول كده فيه. حضرتك قيسي الحراره بتاعته؟ الدكتور بيقول لي طبيعي دي هو كده طبيعته كده. لو حراره جسمه طبيعيه حضرتك ما تقلقيش تبقى فعلا طبيعته كده. اهم حاجه تقيسي الحراره. طبيعي دكتور 37 عين. لا يبقى مفيش مشكله خالص. طيب. اي مشاكل تاني او اي سؤال حابه تساليه تاني؟ لا هو بيروح الحضانه يعني بيجري كتير.
عنده كم سنة؟ أربع سنين. أربعة؟ أربعة. تمام. طب أنا بشكرك يا أم فلوباتير. بس قلت حياتك نيس الحرارة. نيس الحرارة. الحرارة طبيعية ما فيش مشكلة. بس هو عادي إن يكون طفل يعني بطن رجليه وكفه سخن ده يعني جسمه كله كويس إلا الجزئين دول بس؟ ما فيش مشكلة. حرارة الجسم طبيعية ما فيش قلق خالص. لازم نقيس ده حرارة الطفل. طب نكمل الجهاز الهضمي، ايه برضو المشاكل اللي ممكن تصيب الجهاز الهضمي عند الاطفال فصل الصيف؟ بص حياتك، ممكن برضو الاطفال ممكن يخرجوا بقى في الصيف يبتدوا ياكلوا بره، اكل بره ده ساعات ممكن ينقل امراض، يا اما الاكل مش مغسول كويس لو هو فيه سلطات او فاكهه، او اللي بيحضر الاكل في المطعم يكون مريض. ينقل المرض، نيجي ناكل ينقل المرض، او الاكل ساب فتره في المطعم في دبان يوقف عليه ينقل لي امراض. ايه الامراض اللي احنا بنخاف منها في الصيف في الاطفال؟ الاطفال الكبار بقى شويه ممكن يبقى في تايفويد، في حاجه اسمها شيجيلا بتعمل قيء وسال، ممكن في كبدي وبائي الف، كل الامراض دي ممكن تتنقل عن طريق الاكل بسهوله للاطفال. فاحنا دايما ننبه الاطفال لو اضطر ياكل بره ياكل حاجات اطعمه ساخنه، دي اهم حاجه. زي ايه يا دكتور؟ يعني اي اكل سخن، الاكل بره كل الاكل يعني عشان سخن. السلطات بتبقى بارده فممكن بنخاف منها، ممكن تسيب بره شويه يبقى مش متحضره كويس، مش مغسوله كويس. وبرضه ننصح الام اما السلطه او الخضار نجيبه في البيت يتغسل كويس جدا جدا عشان ما ينقلش امراض للاطفال. هي المشكله يا دكتور في اكل بره ان مهما يغسلوا الحاجه حتى لو هو في مكان 5 ستار مش هيكون زي البيت، زي ما ماما بتغسل وبتنقع فخل. طب يعني طالما حضرتك اتكلمت بقى الطريقه المثلى لغسيل الخضروات، ننقعها في خل زي ما احنا متعودين ولا بالصابون ولا ومعاها معلقه ملح نسيبها 5 دقائق بعد كده نشطفها كويس وبعدين نحطها في خل حبه ميه 10 دقائق وبعدين نشطفها كده خلاص تاكدي حتى لو في مبيدات في اي ميكروبات بتروح 100%. لكن مش مهم ان احنا نغسل بسائل تنظيف او اي حاجه، ده بيتهيألي فيه خطوره. دي حاجه حبه ملح معلقه ملح صغيره قوي وبعد كده نشطفها وبعدين خل. طيب نروح بقى للمشاكل الخاصه بالبشره جلد الاطفال. يعني التعرض لوقت قد ايه ممكن يبقى يعمل مشكله في جلد اطفالنا او بشرتهم، واهميه برضو التعرض للشمس بالنسبه للاطفال؟ هو طبعا الشمس تحت جلدنا فيه فيتامين د غير نشط، فاحنا الاطفال الصغيرين محتاجين فيتامين د والكبار كمان. والكبار فاحنا التعرض للشمس بيبقى يعني لو عرض الطفل الشمس قبل الساعه 10 10 دقائق بس 10 دقائق عشان الأشعة فوق البنفسجية بتحول فيتامين د الغير نشط لفيتامين نشط. فيتامين د مسؤول على امتصاص الكالسيوم وترسيبه من الأمعاء وترسيبه على العظم. فاحنا ممكن نعرض الطفل 10 دقائق الصبح أو 5 دقائق لو الشمس هادية، وبعد الساعة 4 5 أو 10 دقائق ده اللي ممكن نعرضه. غير كده من فترة 10 4 ما فضلش نعرض الطفل للشمس خالص. بس اعرضه ازاي يا دكتور؟ يعني ايه الاماكن اللي في جسمه المفروض نلبسه تكون معرضه؟ لو الطفل صغير نلبسه سلوبات تكون رجليه وايديه هي متعرضه، وكاب على دماغه بس عشان ما يكونش فيه لو شمس جامده شويه ما ياخدش يعني ضربه شمس او يخش في عرق زياده او حاجه. بس هم 5 10 دقايق مش اكتر من كده. ولو الحر جامد ما نعرضش، ندي فيتامين د بالفم، بناخد فيتامين د في الفم للاطفال اقل من سنتين. اقل من سنتين. لكن ما فيش فيتامينات ممكن الطفل ياخدها تعوض فيتامين د او نديه في فيتامين د يعني كامل في الاسواق بيتباع بنديه للاطفال طبعا في دائما شهرين. على فكره لبن الام يعني فيتامين د فيه قليل جدا والحديد، فساعات بنبتدي بدري شويه فيتامين د وحديد للطفل علشان نعوض لبن ام. انما الطفل بيرضع صناعي اللبن الصناعي فيه فيتامين د كتير وحديد مش مندي غالبا الفيتامينات، انما الرضاعه الطبيعيه فيها كل حاجه ما عدا دول قليلين د وحديد هما الاثنين دول. ومهم برضو نعرف ان فيتامين د يمكن في راي بيقول ان 90% من فيتامين د بناخده ممكن من الشمس بيبقى افضل. طبعا الكلام هو تعرض للشمس ده كلام صح، ده اساسي يعني. تمام بس في ساعات الام ما تقدرش تعرض الطفل للشمس، ما اقدرش اقول لها لا مثلا الدنيا برد حطيه في الشمس هيعي، او حر جدا مش هينفع. فدايما نركز على الصبح قبل 10 وبعد 4، هم 5 10 دقائق بالظبط. تمام مش اكتر من كده. طب دكتور معانا اتصال من استاذه مريان من الجيزه. الو الو صباح الخير. صباح النور، اهلا بيكي. اهلا اتفضلي سؤالك. دكتور اتفضلي. الو ايوه معاكي اتفضلي الدكتور. أيوة معاكي حضرتك. انا ابني يوم السبت نزل الكشافه من الصبح الساعه 8 للساعه 1، وجه بعدها على طول فضل يهرش في جسمه وطلع له حبوب جامده كده في جسمه، جبت له ملطف وراحت، وبعد كده عماله تظهر من يوم السبت، اديله دواء من الحساسيه تروح وتظهر في كل حته في جسمه، يعني في وشه وفي رجليه وفي ايديه.
واحط له المنظف وادي له الدواء تروح وتظهر تروح وتظهر. تمام. هو عنده كم سنه؟ عنده 11 سنه. تحب تسالها سؤال يا دكتور؟ هو قاعد في الشمس كتير من 8 لواحدة. طب كان لابس شورت يعني و كان لابس التيشيرت، هم حتى كانوا جوه في الكنيسه. نزلتيه تاني حياتك بعد كده يلعب في الشمس ولا خلاص؟ لا عادي بيلعب. نزلتيه تاني؟ لا ما راحش تاني. ما راحش تاني. بس هو كان جوه في الكنيسه يعني ما عندوش نص ساعه كده بريك بره في التغذيه وبعد كده دخلوا الكنيسه تاني. تمام. طيب هنجاوب على سؤالك. ألف شكر ليك يا أستاذة مريان، لكن بعد ما ناخد تليفون من أم مريم من المنيا. ألو. ألو. أيوة أهلا بيك يا أم مريم. نوطي بس التلفزيون لو سمحتي واسمعينا من التليفون من فضلك. السؤال تفضلي. ماشي. السؤال أنا عندي السكر وبيت سنتين شهرة مربعة. لا الصوت مش واضح خالص. لا نتكلم بشويش ونوضح الكلام أكتر. لا ماشي. انا عندي السكر حضرتك. الف سلامة عليك. الله يسلمك. ومرضع بنتي يجي لها سنتين وشهر، يضرها مثلا كتر الرضاعه ولا الوضعيه؟ بترضعي بنتك عندها سنتين وشهر لحد دلوقتي. طيب ايه المشكله؟ يضرها يعني الرضاعه ان هي تكمل سنتين وشهر؟ يعني بتسالي طبيعي ان ترضع سنتين وشهر ولا ايه سؤالك؟ طيب السؤال كده هو يعني الرضاعه كترها هيضرها لما انا عندي السكر ولا ما يضرهاش؟ تمام 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 بشكرك. ده اللي عايز اعرف حضرتك. تمام. جسمها مش زايد خالص، هي عندها سنتين وشهر وبينها يجي 4 شهور 10 كيلو. لا مش لا نقول الكلام الاخير الجمله الاخيره دي. 4 شهور فاضلها 4 شهور ما زادتش، فاضلها 4 شهور حضرتك ما زادتش 10 كيلو وزنها. ما زادتش في الوزن بقى لها 4 شهور. تمام. ايوه. تمام بشكرك جدا ام مريم. سؤال مريان الاول. هو ابنها من 8 ل 11 من 8 ل 1 قاعد في الشمس وحصل له هرش وحبوب وحطيت له ملطف، لكن المشكله هو عنده 11 سنه، المشكله ان بتروح وتيجي. فتعمل ايه؟ هي لازم تستمر طبعا، لازم تاخد ادويه مضاده للحساسيه عن طريق الفم علشان تهدي، هو اكيد بهرش فيها يعني. نمره 2 تاخد كريمات ملطفه، وممكن ناخد كريمات فيها حبه كورتيزون بس تحت اشراف طبيب. وقدامه كده 10 ايام ما تعرضش للشمس تاني، وما ينزل بعد كده ما يلعبش فتره من 10 ل 4 لوحده لعب خالص. من 10 ل 4 من 10 ل 4 ممنوع اللعب خالص عشان هو واضح ان في حس يعني جلده يعني في حساسيه جامده، فما فيش داعي يلعب في الفتره دي، يا اما قبل 10 يا اما بعد 4. طيب ام مريم كانت بتسال ان هي عندها سكر وبترضع بقى بنتها او ابنها شهر سنتين وشهر. بتسال هل نكمل تاني؟ لا هو طبعا بعد سنتين المفروض نوقف رضاعه طبيعي. وطبعا مع وجود السكر الرضاعه ما بتبقاش كافيه يعني، بتبقى قليله شويه يعني. فطبعا اقصى حاجه دي سنتين. الفايده بتاعت اللبن نفسها بتبقى اقل؟ لا طبعا اقل، يا اما تديها لبن عادي يا اما لبن اطفال مرحله ثالثه، ده هيفيدها اكتر. انما عشان ترضع بعد سنتين انا ما افضلش. طب وبتقول ان بقى لها 4 شهور ما زادتش في الوزن. ممكن تكون اصل الطفل ما يقعد يرضع كل شويه ما بياكلش، عايز يرضع وخلاص بيستسهل. هي اول ما توقف الرضاعه وتدخل لبن مره الصبح وبالليل وياكل كويس اي ثينك هيبقى كويس، هيقول بي اوكي. تمام. طب في اطفال وهم في سن صغير ممكن يصابوا بالتينيا، خلينا نعرف يعني ايه تينيا وخطورتها ايه واسبابها ايه؟ التينيا دي بتبقى مرض زي دي فطريات. الفطريات دي بتيجي عن طريق العدوى، ممكن عن طريق حمام السباحه بيمشوا حافيين، او بتنقل عن طريق الحيوانات الاليفه في البيت. تبقى زي بقعه مدوره فيها زي رنج احمر كده من بره وفي النص حته بيضه. دي بتتعالج ما فيهاش مشكله. يعني دي بتظهر فين دي يا دكتور؟ ممكن تظهر في اي حته في الجسم. احيانا بشوف اطفال عندهم زي دايره بيضه في الوجه. دايره في البيضه في الوش دي بتبقى دي نقص فيتامين الف. انما دي بتبقى زي دايره حمراء وفي النص فيها نقط، دايره حمراء في النص حته بيضه صغيره خالص، دي التانية. وبتتعالج بكريمات بس بتاخد وقت اسبوعين وبتبقى كويسه خالص. ونبعد عن المسبب طبعا، لو احنا في حته فيها ميه كتير تتعينا منها، او لو في حيوانات اليفه نخلي بالنا ممكن تكون هي بتنقل الحكايه دي. تمام. بشكرك جدا دكتور رفيق شوقي استشاري طب الاطفال، شكرا لحضرتك على المعلومات القيمه اللي مدتنا بيها النهارده، ومبسوطين جدا ان حضرتك شرفتنا النهارده. شكرا ليك. شكرا ميرسي جدا. مشاهدينا لحظات هنطلع لفاصل نسمع فيه لحن اسومينتو كيريو، وده خاص بصوم الرسل، ونرجع لكم هنتكلم عن صوم الرسل وعن الشماسه فيبي بعد الفاصل.
كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة أول يوم في صوم أبائنا الرسل. صوم الرسل دايما بيفكرنا ببداية الخدمة وبداية تأسيس الكنيسة في العصر الرسولي. النهاردة حبينا نتكلم عن خدمة المرأة ودور المرأة في الخدمة، والقديسة الشماسة فيبي كان دورها إيه وخدمتها إيه. هو ده اللي هنعرفه معاكم ومع ضيفنا اللي بيشرفنا ومبسوطين إن يكون معانا قدس أبونا القس يوسف سمير كاهن كنيسة ماري يوحنا المعمدان الجبل الأحمر مدينة نصر. أهلا بقصك يا أبونا، كل سنة قصك طيب وكل المشاهدين بخير وطيبين. تمام أبونا، خلينا نبتدي بالسؤال الأول اللي بيطرح نفسه كتير من الناس، وللأسف كتير من الخدام بيسألوا إحنا بنصوم ليه صوم الرسل؟ أهميته إيه في حياتنا الروحية وأهميته إيه للكنيسة؟ صوم أبائنا الرسل هو أقدم صوم في الكنيسة، ويعتبر يمكن أول صوم في الكنيسة. ويعني أول تصريح كان قاله المسيح لتلاميذه: متى يرفع عنكم العريس؟ حينئذ تصومون. صحيح. فمن الحاجات الحلوة اللي بتنفع الخدمة والخدام اللي هم ساعات بيستهينوا بالصوم ده، إن هم بتساعدهم على الخدمة. صوم السيد المسيح صام 40 يوم وبعد كده نزل خدمة. صحيح. فإحنا عشان نصل بولس الرسول نفسه، وبولس الرسول صام ثلاث سنين قبل برضه ما يبتدي ينزل الخدمة، بعد ما اتأسر في دمشق. صحيح. فصوم أبائنا الرسل هو من أقدم الأصوام اللي في الكنيسة، بل وأولها تقريبا من القرن الأول. من القرن الأول. تمام. يعني للناس اللي بتقول ايه اهميته، وللاسف انا مره سمعت كمان حد بيقول انا مش بؤمن بصوم الرسل، فانا يعني كلمه مش بؤمن دي تعبتني يعني. لا، ما هو صوم ابائنا الرسل عموما يعني بيلي على طول عيد العنصره. تمام. سواء جه بدري جه قليل جه كتير، يعني هو تاني يوم صعود عيد العنصره او عيد حلول الروح القدس بنبدأ التلاميذ أو بنبدأ الخدام والكنيسة عموما تصوم، وهي رتبت هذا الصوم. تمام. بما أننا في برنامج من يجدها، برنامج المرأة، حبينا في بداية صوم أبائنا الرسل نتكلم عن دور المرأة عامة في الخدمة أيام أبائنا الرسل. المرأة في الوقت ده كان شكل خدمتها إيه بوجه عام، وبعد كده طبعا هنتكلم عن الشماسة فيبي. المرأة كان ليها دور مهم خالص في كرازة المسيح أو في خدمة المسيح، فنلاقيه اهتم بالمرأة اهتمام كامل، لأن المرأة في اليهودية كانت تعتبر مهمشة ملهاش دور، هي دورها لخدمة بيتها ومتعة الرجالة، لكن المسيح اهتم بيها. ونلاقي تحنن على كتير، جري للسامرية وراح وأثرها وابتدت تبشر بالمسيح أو بتقوله تعالوا شوفوا. اهتم بالمرأة نازفة الدم، اهتم بمريم المجدلية، مريم المجدلية وآخرين كتير. صحيح. دور المرأة في الكرازة نتجت من اهتمام المسيح بالمرأة، فالرسل طلعوا بيهتموا كمان بنفس الطريقة بنفس الإعداد اللي هو المسيح أعدهم ليه. فنلاقيهم إن هم قعدوا المريمات ومريم أمه معاهم في يوم الخمسين. نلاقي مريم أم مرقس قدمت بيتها للكنيسة أو أول كنيسة في أول كنيسة في اليهودية. نلاقي الآباء الرسل كان في خدمات كتير أوي بتساعدهم من أموالهم ومن خدماتهم. بنلاقي طبيصة، بنلاقي بريسكيلا وزوجها أكيلا طبعا، بنلاقي فيبي طبعا من اللي هي الشخصيات اللي احنا هنتكلم عليها، في آخرين كتير من ونلاقيها كده في روميا 16، نلاقي في السلامات الأولية كده بسلام خاص لكل الخادمات وكل الخدام اللي هم موجودين أو وقفوا مع بولس في خدمته. تمام. يعني المرأة كان ليها خدمة وليها دور في الخدمة أيام أبائنا الرسل. طب خلينا نتكلم عن شخصية نسائية يمكن من أكتر الشخصيات اللي كان ليها دور فعال في الخدمة، الشماسة فيبي. خلينا في البداية نعرف يعني إيه اسم فيبي ونتكلم شوية عن حياتها. فيبي أولا من أسرة أممية في مدينة كرونسوس
كانت بتعيش على ميناء صغير اسمه ميناء كنخرية. ومعنى كلمة فيبي إنها مضيئة أو بهية منيرة. صحيح. وده كان إله عند الإغريق، إله كده بالظبط. فده معنى الاسم يعني. صحيح. يعني من اسمها نعرف إن هي كانت أممية، ما كانتش لسه بتتبع الديانة المسيحية، وأهلها أو أبواها زي ما أسك بتقول كانوا أمميين. تمام. طيب نتكلم بقى عن دور الشماسة فيبي في خدمتها ومساعدتها للقديس بولس الرسول، نتكلم عنها يعني أو كل ما ذكر عن القديسة فيبي في الكتاب المقدس. القديسة فيبي احنا عارفين ان بولس الرسول كان اصلا صانع خيام، وكان في رحلاته اول ما نزل مدينة كرونسوس كان نزل في الميناء ده اللي هو ميناء كنخرية، وتقريبا من أولى الناس اللي اتقابل معاهم كانت فيبي، وأمنت تقريبا هي، وكانت فيبي واضح أنها كانت مثقفة جدا متكلمة، كانت بتساعد معلمنا القديس بولس في خدمته أو في كتاباته أو في يعني كانت هي الإيد أو اللي هو الشخصيات اللي هو اهتم بيها. نلاقي كده شخصيتين بولس الرسول ذكرهم واهتم بيهم كانت بريسكيلا وفيبي. طيب. ودول تقريبا أنشط شخصيات نسائية بولس الرسول كان بيعتمد عليهم، وكانوا مقربين خالص لقلبه، ويمكن الوحيدة اللي من أصدقاء قديس بولس الرسول اللي كان بيذكر عنها أختنا. أيوة. سهلوا مأموريتها واهتموا بيها لما بعتها بالرسالة بتاعته لروميا. تمام. الواضح سهيل ومهمتها دي أسابونا أنه كان أو كلفها بشيء معين بس لم يذكره. بالضبط بالضبط. تمام. كان لها خدمة خاصة مستترة. يعني عشان كده ما بعت لهم في الرسالة قال لهم اهتموا بيها، ودي أختنا دي نفع لينا للخدمة. تمام. كانت بتخدم فين أو المنطقة اللي كانت بتخدم فيها ونوع خدمتها كانت إيه؟ هي مسقط رأسها أو مكانها هي مدينة كنخرية. مدينة كنخرية دي ميناء من المواني بتاعت كرونسوس، مدينة كرونسوس مدينة صغيرة، معرفش هي دلوقتي موجودة كان بلد ولا لا، لأن أنا يعني لما ببحث لقيت إنها في القرن الرابع ضربت بزلزال والمدينة تقريبا غرقت، لكن هما يعني اللي أنا عرفته إنها شفيعة أهل البلد يعني بيتشفعوا بيها، فالشماسة فيبي يعني لها مكانة في البلد دي. طب خلينا برضو نروح لدورها في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا، هي عملت إيه في الرسالة دي ودورها إيه واهتمام القديس، وليه اختار القديس بولس اختارها هي؟ يمكن زي ما قلت لك هتقول لنا إن هي كاتبة الرسالة، ليه تم الاختيار عليها هي إن هي اللي تكتب الرسالة؟ هو زي ما أنا قلت لحضرتك إنها هي أولا عشان تكتب الرسالة يبقى لازم إنها تكون مثقفة. مثقفة صحيح. وطبعا هي مش كتبت هي، لكن هي اتملت من صحيح. من القديس معلمنا بولس الرسول الرسالة، وكانت واضح إنها صاحبة نفوذ، عندها من المال أو عندها من المعارف أو الإدراك، فحتى لما كتبت الرسالة هو يعني هي كان دورها كده. إحنا عارفين بولس الرسول كان أصيب بشوكة في الجسد، وكان إحنا بنقول كده المناديل وعصائبه كانت تشفي الأمراض وتذهب الأرواح الشريرة، فكان ما يقدرش يكتب، فواضح إنه كان ممكن يكون في حاجة كان هنا تحت إدراعه أو حاجة، فما كانش يعرف يكتب، فتقريبا اعتمد عليها بالرغم من ثقافته المعروفة. فهو ملاها وهي كتبت ومدى يعني، وهي كانت مهتمية بيه أو هو حس بعقلها اللي سابق كان هذا العصر، فبعتها حتى بالرسالة إلى أهل روميا. طيب. فكانت سفيرة، واضح إنها كمان عبرت عنهم، وكان لها رسالة خاصة هم كلفوا بيها، لأن هي كانت من دورها أو من دور الشخصية إنها اهتمت بالغرباء
واهتمت بضعفاء والنفوس اللي هي ضعيفة أو بالفقراء زي ما احنا بنستوعب أو بنفهم. البعض أستاذنا بيقول الشوكة اللي كانت في جسد بولس الرسول يا إما شوكة زي ما قصك شرحت لنا، يا إما هي كانت في عيون القديس بولس الرسول، العصائب دي كانت بتبقى من العينين، فهو مش بيقدر يكتب أو يشوف كويس إن هو يكتب. ف ما هي يعني العصائب من العين والمناديل كانت من الشوكة. من الشوكة. تمام. طيب اتكلمنا عن خدمة القديسة فيبي. البعض بيقول برضو ان هي كانت متبتلة يعني لم تتزوج، الكلام ده تمام؟ تمام، ده واضح انه كده. حتى يعني لو جينا لاحظنا ان بولس الرسول لما كان في مدينة كورنثوس كان قاعد في بيت أكيلا وبريسكيلا، فما قعدش في بيت فيبي لألا الناس تعتقد ان هو كان على علاقه بيها. فده برضو دور الخدمه او عين الخدمه، ان لما يبقى في اقامه، فهو كان قاعد في بيت أكيلا وبريسكيلا لانها كانت متجوزه أكيلا وبريسكيلا. بريسكيلا كانت متجوزه أكيلا، لكن فيبي كانت وحيده او ما كانت بنت يعني، فما لم يسبق لها الزواج، واعتمد عليها بولس الرسول حتى في سفريته أو في خدمته بخدمة كبيرة خالص. تمام. اتذكر أن القديسة فيبي كانت من ضمن أو الشاموسية، أو واخدة لقب الشاموسية، درجة الشاموسية. نتكلم عن الشاموسية في عصر الرسل، وقدسك دلوقتي بتقول كانت درجة دياكون كمان، وهل في الوقت ده كان الدرجة دي أو درجة الشاموسية ليها خدمة معينة بتقوم بها المرأة؟ في الكنيسة الأولى كان اهتمام الآباء الرسل أن يبقى في حد يساعد في عماد الكبار. تمام صحيح. وطبعا منعا للإحراق فكان لازم يبقى في حد مساعد، فكان بولس الرسول كانت فيبي هي المساعدة لي، وكانت بجنب إضافها للغرباء والخدمات اللي هي الاجتماعية ليها، كانت هي بتساعد المرأة اللي هي لسه داخلة الإيمان جديد إنها تساعدها في عملية العماد، في التعليم، في مواضيع إحنا كأباء ممكن ما نتكلمش فيها، لكن ممكن نقول للمرأة إنها تتكلم عشان ما يبقاش في استحياء أو يبقى في. تمام. هل الخدمة دي أو درجة الشاموسية موجودة حتى الآن؟ موجودة موجودة، وانتشرت في بيوت كتير وفي محافظات كتير وبروشيات كتير خدمة المكرسات، بس هي الخدمة ممكن يعني ما بقاش هدفها بقى العماد إلا في حالات استثنائية صغيرة خالص، لكن بقى خدمتها خدمات اجتماعية. خدمة الحضانة، خدمة الملاجئ، الملجأ، خدمة الذي ليس أهل ما أحد يسأل عنهم، أو الأسر المستترة، أو مرضى كمان، في خدمة المرضى، وفي بعض المستشفيات وفي بعض الأبرشيات عاملة مستشفيات وبتقومها هي المكرسات، أو في برضو المشاغل إنها تعلم الأولاد مشغل أو تعمل أعمال فنية، يعني هي بتنهض بالمرأة أو بتنهض بالشخصية عموما بحيث إنها ترفع مستواها المادي والاجتماعي والثقافي. تمام. ومحو الأمية برضو، في محو الأمية برضو احنا نسيناها. تمام. هم برضو بيشغلوا، فده حاجة حلوة خالص. جميل. أكتر ما يميز صوم أبائنا الرسل هو الصلاة والصوم وعمل الروح القدس والخدمة. خلينا ناخد كده كلمة من قدسك ونعرف أهمية صوم الرسل بالنسبة للخدام. يعني اللي بيصوم الصوم ده بيساعده على إيه؟ أهميته وأثره في الخدمة إيه؟ هو الصوم والصلاة عموما وجهي العملة واحدة، فما ينفعش صوم بدون صلاة أو صلاة بدون صوم، وبالذات كمان صوم أبائنا الرسل بيختلف عن الصوم والصلاة إنه بيزود خدمة. الخدمة هنا هو عمل الروح القدس، الخدمة هي الإفراز، هي التعليم. فلو الخادم ابتدى يستوعب إن الخدمة بتاعته مش هتنجح إلا بالصوم والصلاة، يجرب فترة الصوم في صيام أبائنا الرسل. ساعات بتيجي طويلة وساعات تيجي قصيرة عشان هي مرتبطة بعيد استشهاد أبائنا بطرس وبولس، لكن فترة الصوم دي هي فترة إعداد للخادم
فرصة ان احنا بندور نقرأ في، يعني لو هناخد تدريب مثلا نقرأ سفر أعمال الرسل، نشوف الحاجات المحن اللي اتقابلت الرسل في الوقت ده والإيجابيات اللي هم تحدوا، يعني اللي قدروا يتغلبوا عليها. ونقدر احنا نشوف احنا في الخدمة بتقابلنا مشاكل، بتقابلنا تحديات، طب انا هقدر اتغلب عليها؟ طب ما نحط قدام ربنا ونقول يا رب احنا بنرفع لك في وقت الصوم ده، شغل الروح القدس وفعله فينا وحل بقى المشاكل اللي احنا ممكن نقابلها. زي ما ابائنا الرسل شافوا تحديات وقدروا يتغلبوا عليها، احنا كمان بنحط تحدياتنا وبنطلب ان قبل نهاية الصوم انه يتغلب عليها. هي إعداد للخادم زي تمام. ما أسك بتقول، وعجبني قوي أن أسك بتدينا تدريب في بداية الصوم قراية سفر أعمال الرسل، لأني فعلا معظم الأصوام بتكون مرتبطة ببعض الأسفار اللي بتكون تمام. مناسبة زي الصوم الكبير لما دايما الأباء يعلمونا سفر أشعياء، صوم آل نينوى، سفر يونان. فإحنا بنلاقي فعلا في بعض الأصوام بيكون مناسب ليها كراءة معينة. في أصوام معين. بتبقى خاصة بالتوبة زي صوم يونان أيونين اللي هو أهل نينوى، والصوم المقدس وفي صوم بيبقى صوم مقدس بيبقى للصلاة وللتعبد والنسك، وإن إحنا نتملي زي ما نقول إيه بنملى الزيت لغاية آخر السنة. صوم أبائنا الرسل هو خاص بالخدمة، فلما نشتغل في الخدمة بيبقى حلو خالص. تمام. أنا بشكر أسك جدا على المعلومات الروحية الرائعة اللي خدناها النهاردة، وكل سنة وأسك طيب. كان معنا القس يوساب سمير كاهن كنيسة ماري يوحنا المعمدان مدينة نصر. شكرا جزيلا لأسك. أشكرك. مرسي. أشكرك. شكرا. مشاهدينا كل سنة وانتم طيبين، وزي ما سمعنا من قدس أبونا هو صوم أبائنا الرسل هو إعداد للخدام، فكل خادم وكل خادمة سمعونا النهاردة ياريت بسرعة، اللي ملحقش يصوم النهاردة يصوم من بكرة. بالتأكيد الصوم مع الصلاة مع عمل الروح القدس هيساعدنا جدا في خدمتنا. بشكركم على حسن المتابعة، واللي ما تابعناش من أول الحلقة النهاردة يتابع الإعادة يوم الخميس الساعة 3 الظهر. وكل سنة وانتم طيبين، وإلى اللقاء.